السلام عليكم، مرحبا بكم معايا. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الحريشات دوا زيتين كيجيو اكثر من رائعين، يعني كيف ما كتشوفوا معايا فشكلهم كيجي زوين، وكذلك المذاق كيجي رائع جدا بواحد المكونات اللي هي اقتصاديه وبسيطه وموجوده في كل بيت. طبيعه الحال بغيتوا تعرفوا معايا الطريقه والمكونات فما عليكم الا تتابعوني الى الاخير. ولا كنتوا جداد على القناه فما تنساوش تشتركوا معايا في القناه وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. ولا عجبتكم الوصفه اليوم وجربتوها ما عليكم الا تخليوا لي لايك اسفل هذا الفيديو ونبداو على بركه الله. بالنسبه للمكونات فغادي نخليها لكم في صندوق الوصف اسفل هذا الفيديو. فبطبيعه الحال غادي نحتاجوا الكميه من الدقيق الابيض، سميد ناعم، خميره ديال الحلويات وكذلك الفاني، ياغورت مسوس، ملح، سكر، بيض، وغادي نحتاجو واحد الكاس من زيت نباتيه اللي ما حطيتوش ولكن غادي نوضعو في الخليط. وبالنسبه للمكون اللي هو كيعطي مذاق رائع جدا لهاد الحريشات فهو الزنجلان، كيعطيها مذاق رائع فعلا وكيعطي واحد الاختلاف في المذاق. نبداو على بركه الله. في اناء كنوضعو البيض، عندي هنا واحد 4 ديال البيضات، انا ضفت لهم جوج صاشيات ديال الفاني، وغادي نضيف 4 المعالق ديال السكر. بالنسبه للسكر ممكن تضيفوا حتى الكاس مملوء فكيبقى على حسب الذوق، انا فضلت انني نوضع كميه قليله شويه من السكر. كنطربوا مزيان حتى كتذوب السنيده مع واحد الرشه ديال الملح. وغادي نضيف كاس من زيت نباتيه، كاس مملوء، وغادي نضيف ياغورت مسوس. فممكن انكم تضيفوا حتى الياغورت اللي هو يعني بالسكر، ما كاينش مشكل. فانا باش تكون كميه السكر قليله فكنوضع حوايج اللي هما هكا بحال ياغورت بدون سكر، كنحاولوا كنقللوا من السكريات. ثم غادي نضيف واحد نص كاس ديال الزنجلان، ممكن تضيفوا حتى الكاس مملوء من الزنجلان فهو كيعطي مذاق رائع لهاد الحريشات هادو. من بعد غنبدا نضيف الدقيق، فكنقوم بالنخل ديالو وغادي ندخلو في الخليط. ثم غادي نبدا باضافه السميده الرقيقه، كندخلو السميده في الخليط حتى هي. ثم غادي نضيف واحد جوج ديال الخمارات، وكنستمر حتى كنجمع العجين وكنحصلو على واحد العجين اللي هو ما تيكونش هكا قاصح، تيكون كيلتصق باليدين بطبيعه الحال. غادي تشوف معايا القوام ديالو، هذا هو القوام ديال العجين كيجي على هذا الشكل، كيكون كيلتصق باليدين ولكن مجموع شويه. غادي نغسل اليدين ديالي ونرجع معكم. بعد ما نضفت اليدين ديالي فكناخذ قليل من الزيت كندهن بها اليدين ديالي، وكنوضع هكا كويرات من العجين كنوضعها في السميده الرقيقه. فغادي نحاول نقربها لكم، راه ما بانش في الاول، فكنكوروا هكا العجين على حسب القياس اللي بغينا، وكنوضعوا في السميده الرقيقه وكنضغط عليه شويه، وكنحطوا في اللاطه اللي فرشت ليها ورق الخبز. فإلا جربتوا هاد الحريشات هادو صدقوني انكم غادي يبقاو معتمدين عندكم، لانهم كيجيو اكثر من رائعين خاصه الا تبعتوا معايا المراحل. وبالنسبه للمقادير مضبوطه غادي تلقاوها في صندوق الوصف. فهنا عندي السميده الرقيقه اللي كنوضع فيها الكويرات على هذا الشكل هذا، ولازم نضغطوا عليهم شويه، لازم يعني ننزلوهم شويه لان باش ما يجيوناش غلط بزاف. فهما فيهم البيض وفيهم كذلك الدقيق الابيض او الفورس فكيطلعوا هنا كيف ما كتشوفوا معايا. فاللاطه فرشت ليها ورق الخبز، الا ما كانش عندكم ورق الخبز ممكن انكم تدهنوا اللاطه بالقليل من الزيت وتحطوا فيها هكا الكويرات ديال الحريشات.
في الوقت اللي انا تنقاد في الكويرات ديال الحريشات، فانا شعلت الفرن على درجه حراره 180 من الفوق ومن التحت. الى عندكم الفرفاره خدموا الفرفاره، كيطيبوا مقادين، وغادي نستمر حتى غادي نكمل الكميه اللي عندي كامله. غادي نعمر اللاطه، بعد ما كملت فانا غادي ندخلهم الفرن يطيبوا، فخداو ليا واحد تقريبا 20 دقيقه درجه حراره 180. غادي ندخلهم ونرجع معكم. هنا بعد ما طابوا الحريشات ديالنا فهما كيجيو على هذا الشكل، هذا كيجيو هكا مشققين وكيجيو محمرين وكيجيو لذاذ بزاف. غادي نخليهم حتى يبردوا، كيف ما كتشوفوا راهما كيجيو على هذا الشكل. كنحاول كنقرب لكم الصوره. بالنسبه لهاد المقادير اللي درت فهم خرجوا لي 30 حبه من يعني 30 حرشه، كيف ما كتشوفوا راه كيجيو هكا محمرين وكيجيو زوينين بزاف. نتمنى انكم تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم. وكانوا هادو هما الحريشات ديالنا، كيجيو زوينين ولذاد بزاف بطبيعه الحال. الا عجبوكم فما تنساوش تخليو لي لايك، ولا كنتو جداد على القناه فما تنساوش تشاركوا معايا في القناه، تفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد، والى اللقاء.